نتواصل ونندفع مع سابع الأشواط وشوط خاص بالإبكار يندفع وجائزة قدمت للفائزة بالمركز الأول سيارة غالية ثمينة رصدت لمن تفوز ومن تنتزع نقطة هذا الشوط. نتمنى التوفيق لكل المشاركين. 26 اسم شارك في هذا الشوط انطلق باحثا عن الهدف وهو الناموس والحصول على السيارة وتسجيل اسمه في هذا المهرجان مدونا بالرقم 1 والحصول على المركز الأول. هذه الانطلاقة وهذه البداية وهذه الأسماء المندفعة المشاركة الباحثة عن الناموس. أبدأ دائما مع المقدمة ومع صدارة ومقدمة هذا الشوط، وهناك الشعارات المنطلقة والمندفعة في هذا التحدي. البداية مع المركز الأول ومع شعار المنصوري عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري مع برمودة على المركز الأول في صدارة وفي مقدمة وطليعة هذا الشوط، تليها من الجانب الآخر هذه اللي بالمركز الثاني. هذه فزعة لسعادة حامد بن مايق الحبابي هي اللي بالناموس. وأهني مالكي، أهني مالك الشايبة، ولكن الموقف خطير يا بن جفين، الموقف خطير، الموقف خطير. زهرة قادمة، زهرة قادمة بالمركز الثاني، ولكن السلالة قالها الجمري، قالها الجمري، السلالة الشهنية تحب شيء اسمه سيارة، تحب شيء اسمه سيارة، وحديدة مع خط النهاية. أهنيك الناموس يا الظاهري، وأهني بن جفين المتابع المبدع دائما والمتألق مع هذا الشعار، شعار أحمد بن غانم بن حمودة الظاهري. أهنيكم الفوز على هذا العرض المميز الذي قدم مع الشايبة، واحتلت الفوز والناموس وتستحق ذلك. في المركز الثاني هذه زهرة بالمركز الثاني، خالد حميد بن حارب المهيري والمركز الثالث، وصلت مساحة متعب بن طالب بن شريم المري والمركز الرابع، وصلت الضبية لعلي بن سالم بن سنيد الدعية، واحتلت المركز الخامس الشهانية لسعد بن عنزان بن خاتم النعيم. إذن أسماؤنا الخمسة على حضراتكم كاملة مكملة، بدأتها مع الشايبة لأحمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري الفائز والمتصدر، ومن فاز بهذا الشوط يستحق أن يفوز بالسيارة. شعاره 13 ثانيتين 32 جزء من الثانية. أهني مالكها أحمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري، وأهني جابر بن جفين المتابع لهذا الشعار، تهانينا والناموس. المركز الثاني وصلت زهرة لخالد بن حميد بن حارب المهيري، احتلت المركز الثاني 13 6 ثواني 22 جزء من الثانية، تهانينا والناموس. والمركز الثالث هذا الشعار بن شريم 13 و11 ثانية 58 جزء من الثانية، أهني مالكي مساحة متعب بن طالب بن شريم المري، تهانينا والناموس.